12 سنه كان في كثير وردت خلال هذه ال 12 سنه، وخاصه كانت النقطه الفاصله بموضوع نزوح هو فجر الجرود بالعام 2017. ومن وقتها كان انه بلش الحكي انه يعني بلشت نهايه الحرب بسوريا. هو موضوع العوده كان مرتبط كمان بوقف الحرب والمعارك اللي كانت دائره بسوريا، واللي من فتره مش كثير بعيده شبه انتهت. فمشان هيك صار اذا بدك الموضوع الكلام بعوده النازحين صار وقته. ونحن كمان بالنهايه انت بتعرف قديش عانى لبنان من تداعيات هيدي الازمه، قديش عانى بهالنسبه الكثير عاليه اللي هي اكبر نسبه بالعالم من يعني كبلد استقبل قياسا لعدد السكان. صحيح، نحن اليوم نتخطى المليونين نازح بلبنان، إضافة أنه بعلبك الهرمل على سبيل المثال عدد النازحين السوريين يتخطى عدد اللبنانيين المقيمين بالمحافظة. صار الوقت طيب لأنك حكيت عن بعلبك الهرمل، يعني أغلبية النازحين في تصنيف أو يعني إحصاءات اليوم إذا النازحين القرى اللي كانت طول الحدود، ولأنك حكيت عن فجر الجرود، ليش ما بيتم عودة النازحين إلى هذه القرى اللي إذا هن منا يعني وبطبيعة بتقدير أن نزحوا من المناطق القريبة يعني من الحدود، هل شيء صحيح أم لا؟ بصراحة بقول لك إنه الموضوع كتير بسيط، لأنه بكل بساطة في تقديمات كتير صحية عم يحصلوا عليها بلبنان، فهذه التقديمات مش رح يحصلوا عليها مشان ما أقول بينحرموا منها في حال عودتهم إلى قراهم. فاليوم أنا بشوف إنه هذا النزوح هو لأسباب اقتصادية وليس لأي سبب أمني نهائيا. طيب اليوم كان عم يحكي الوزير شرف الدين كان انه اليو ان اتش او الامم المتحده ترفض تتفاعلهم بالمناطق، برايك الى اي مدى اليوم هاي الاعاده اذا بدك الطوعيه او بهذه الوتيره بتحل الازمه، يعني من دون ما يصير في تنسيق على مستوى حكومي مستوى دولي الى دولي في سوريا؟ هذا الموضوع يعني راح ياخذ وقت طويل. هلا بداية ما في أي حدا بيمنع أي نازح سوري من العودة إلى بلاده، لا نحن بنمنعه ولا حتى الأمم المتحدة فيها تمنعه، وسوريا عم بترحب بجميع أبنائها اللي بيرغبوا بالعودة لها، وهذا الشيء كمان كان كثير واضح بالقمة العربية بجواب معالي وزير الخارجية السورية، وإضافة إنه تم التأكيد بمواقف رسمية سورية سابقا أكثر من مرة إنه مرحب فيهم إنهم يرجعوا. ولكن كمان ما تنسى إنه اليوم اليو إن كمفوضية سامية لشؤون اللاجئين هي شغلة تقدم هذه المساعدات لهم خارج بلدهم، ولكن كمان بيسوى أن الأمم المتحدة بشكل عام في كثير منظمات ثانية بالأمم المتحدة أنه فيها تكون عم تقدم أو تروح هذه البلد لانه تتقدم داخل الاراضي السوريه. لحتى نكون واقعيين اليوم العوده هي بحاجه الى تمويل، العوده ما فيها يعني ما بشوفها انه هي بتصير بقرار داخلي على مستوانا نحن، بقدر ما كمان هي بحاجه الى تمويل لهيدي العوده، واضافه نحن تمويل عم نحكي لتامين بيئه، يعني البيئه البنى التحتيه بسوريا اعاده الاعمار هو التمويل هذا بالضبط بالضبط. واضافه انه نحن كمان في بموضوع ما يسمى بالعوده الطوعيه ما بيسوى بقى يعني ينفرض علينا هيك تعابير، ولا حدا في يجبرنا انه نلتزم بموضوع عوده طوعيه، نحن نصر على العوده الامنه، نحن ما بنقبل ولا اي حدا انه بعد كمان خاصه كل هالتضحيات اللي عملناها واستضافه لاكثر من 12 سنه، نحن ما عم نقول انه بدنا هودي النازحين يتعرضوا لاي نوع من انواع الاذى، ولكن موضوع انه نحكي ده انه ينفرض علينا موضوع عوده طوعيه، لا، ما حدا في يفرض علينا موضوع العوده الطوعيه، نحن بنلتزم بعوده امنه، بدنا اياهم يرجعوا بكل كرامه وبكل يعني ويكون امنهم محفوظ، وهذا الشيء مؤمن، ولكن المشكله الكبيره هي عم بتكون بتمويل لهيدي العوده، المشكله الكبيره هي بالتقديمات الكثير كبيره عم يحصلوا عليها بلبنان وما بيحصلوا عليها في حال رجعوا على سوريا، هون تكمن المشكله الاساس اللي عم بتكون عائق امام عوده هؤلاء الى بلادهم. طيب الى اي مدى كان اقامه المخيمات او عدم اقامه مخيمات هو خطا اليوم، يعني او كان افضل حال لو اقيمت مخيمات على الحدود اللبنانيه السوريه؟ هلا اول شيء بعتقد تاخرنا كثير لحتى نشوف شو كان الخطا ولا وشو كان الصواب من بعد كل هالفتره، يلي صار صار. انا رايي الشخصي انه كان اقامه مخيمات على المناطق الحدوديه كان افضل، يعني بعد ما شفنا نتيجه نحن لانك حضرتك عم متابعه يوميه اليوم،
يعني بهذا الموضوع. نعم، وخاصة أنه في عندنا كثير نحن أراضي ومساحات شاسعة بمنطقة بعلبك الهرمل، يعني بين لبنان وبين سوريا، كان ممكن أي يكون في تشييد لهالمخيمات هناك وتقدم المساعدات هناك. ولكن أوكي بفهم أنه بوقت من الأوقات كان في خشية من تكرار تجربة المخيمات اللاجئين الفلسطينيين. لبنان منو بلد مثل باقي البلدان المجاورة، عنده صيته، في عندنا نحن نوع من إذا بدك يعني بتركيبتنا السياسية في عنا الخصوصية تبعتنا، ولكن نحن أمام هذا الواقع اليوم. ما بقى يفيد يعني نقول يا ريت عملنا هيك ويا ريت عملنا هيك،